وعلوم الأعمار بكلية الطب جامعة عين شمس. أهلا بيكي يا دكتور. أهلا بيكي دكتور. ميرسي، كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة. دكتور، خلينا في البداية نفرق ما بين إيه هو طب المسنين وأمراض الشيخوخة والطب أو الأمراض العادية. وجود طب المسنين هو فرع اللي في الطب اللي بيختص بصحة كبار السن والمسنين عموما. أي مرض بيتعرضوا له بنعالج كل الأمراض الشائعة الخاصة بالشيخوخة، الأمراض المتعلقة بكبار السن بصفة عامة. ليه طب المسنين؟ لأن كتير من المسنين بيجوا الأعراض الأمراض عندهم بتبقى مختلفة عن الشخص البالغ العادي، فبتحتاج شوية دقة في التشخيص أو دقة في أنت تعرفي العرض ده بتاع أنهي مرض. نيجي مثلا لو عيان عنده التهاب رئوي، الشخص البالغ العادي بيجي برعشة، بارتفاع في درجة الحرارة، بسخونية جامدة قوي، لكن عندي هنا في المسن مجرد بعض التغيرات في طريقة حياته، إن نفسه ما بقتش مفتوحة قوي على الأكل، ابتدى شوية شوية توهان، شوية تدهور في مستوى الوعي، ده بيدل إن هو عنده مشكلة وعنده مثلا التهاب رئوي أو أي مرض آخر. عشان كده طب المسنين. عايز افكر مشاهدينا ليكم اي استفسارات او تساؤلات ممكن تتواصلوا معانا من اي تليفون محمول على 1480 او من اي تليفون ارضي على 0900 9380. طيب بالنسبه للشيخوخه يا دكتور، امتى نقدر نقول الشخص ده مسن او عنده شيخوخه؟ احنا المفروض بنعتبر المسنين عندنا هنا في مصر من سن 60 ل 65 سنه، بنعتبر ان هو دخل في اطار طب المسنين، او مش هنقول الشيخوخة، يعني الشيخوخة في ناس كتير الكلمة ما بيحبوهاش، فاحنا بنعتبر الشخص مسن او كبير السن، احنا بنحب نقول اكتر كبير السن. 60 او 65 لسه صغير. بالظبط. طبعا في اوروبا وكده العمر ده بيكبر قوي، يعني عن ممكن 70 نعتبره مسن، لكن احنا في مصر بنعتبر من اول 60 سنة ده بيخش في اطار طب المسنين. بلاش كلمة شيخوخة انا بتزعل الناس كتير. طب ايه اكتر امراض بالنسبة للشيخوخة او امراض الشيخوخة اكتر انتشارا؟ احنا عندنا المسن او كبير السن ممكن يتعرض لاي مرض، يعني اي مرض الشخص البالغ بيتعرض له ممكن يتعرض له، زي ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع السكر، كسور الشرايين التاجيه، لكن في بعض الامراض اللي بتبقى خاصه بالناس كبار السن، زي مثلا ضعف الذاكره، مرض مهم قوي بيهم ناس كتير، زي مثلا خرف الشيخوخه، زي الذهان، في مرض هشاشه العظام، ده مهم جدا جدا جدا. يعني نتكلم عن كل مرض يا دكتور ونحاول نوضح اكتر ونفسره اكتر والفرق بينهم. بالنسبه حضرتك ذكرت في الاول اللي هو ضعف الذاكره، ضعف الذاكره، ضعف الذاكره، وضعف الذاكره ده مش دلوقتي المسنين الصغيرين، احنا كلنا بنعاني فعلا احيانا ان احنا مش قادرين نفتكر، مش قادرين نركز، حتى لو حط حاجه ساعتها بتنسيها حطيتها فين. انت ضعف الذاكره يبقى مرض، ضعف الذاكرة يبقى مرض لما يبتدي يتدخل في حياة المسن اليومية، يبتدي يتدخل في حياته الاجتماعية، يبتدي يتدخل في وظيفته ومش قادر يقوم بوظيفته. مش بنتكلم على وظيفة الشغل، حتى وظيفته العادية، علاقته بأهله، علاقته بأصحابه، علاقته بجيرانه، يبتدي ينسى كل حاجة، يبتدي ينسى كل، يبتدي ينسى خد الدواء، يبتدي يلخبط في الصلاة وينسى ان هو صلى. ده هنا ضعف الذاكرة ابتدى يعمل لي مشكلة، فده ابتدى يبقى مرض. وعشان كده مهم جدا 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 ان انا اعمل تقييم شامل للمسن، ما استناش ان لما المرض يحصل. طبعا مشكلتنا كبيرة هنا في مصر ان الناس ما بتروحش للدكتور غير لما بتعيا. ثقافة الاكتشاف المبكر للمرض، او زي ما بنقول راجل تشيك اب، او الواحد يعمل فحص دوري لصحته، دي ثقافة مش موجودة عندنا بصفة كبيرة. حضرتك قصدك ان هو الفحص الدوري للصحة العامة خاصة في السن. بالظبط. خاصة في السن بداية من احنا بنتكلم عنه هو بالنسبة للمسنين. ممكن بالشرط ان هو المسن يروح للدكتور لما يبتدي يعني عنده مشكلة. لا، احنا هنبتدي من واحنا عندنا 60 سنة، بل احنا ما بنشتكيش من مرض معين، ابتدي اعمل فحص دوري لصحتي. احنا في التقييم الشامل للمسن بنشوف اخبار الذاكره بتاعته ايه، هل فيها مشكله ولا الموضوع ماشي كويس ما فيش مشاكل. بنعمله تقييم نفسي، هل عنده مبادئ اكتئاب، بنعمله تقييم للالم لو عنده مشكله، هل وقع قبل كده او ما وقعش، لان كل مرض بيدوق من دول بيسبب لي بعد كده اثار جانبيه كتير قوي، زي مثلا الوقوع. انا بخاف ليه من الوقوع؟ ايه المشكله ان الواحد يقع؟ انا ممكن اقوم اتكعبل اقوم مش هيحصل لي حاجه. المسن لا، انا لو مسنه وقاعده لوحدي في بيتي، او شخص كبير قاعده لوحدي، ولادي اتجوزوا وانا قاعده لوحدي في البيت، بخدم نفسي، بقوم احضر اكلي، بقوم استحمى لوحدي، بنزل اقضي مشوار، اروح لحد ازور حد من جيراني. لو انا قمت يوم ووقعت
وقعت سواء انا مش بتكلم ان انا وقعت حصل لي مشكله رجلي اتكسرت، لا وقعت وقعت مقطع يعني. استاذنك بس تكمل كلامنا بعد اتصال. استاذ سمير الو. أيضا بخير. اهلا بيك، مساء الخير استاذ سمير، اتفضل. استاذ صريح، اتفضل. انا اسف، اتفضل. بالنسبه لل انا بقوم النوم جسمي وعضلات جسمي كلها وعضل جسمي يعني، وقعدت كمان سنه ثاني اعرف اماكن ممكن يتواصل مع الدكاتره اللي عندي ناس كبار السن. الاماكن لعلاج كبار السن؟ ايوه. طيب، لكن ما لكش اي استفسار اخر بالنسبه للموضوع؟ بس وبقوم بعمل النوم جسمي يعني وعضلات جسمي وعضلي. ليك اسئله يا دكتور؟ هو بيشتكي ان هو عضلات جسمه بتوجعه وجسمه بيحس بتكسير طول الوقت ولا فتره الصيام مثلا؟ لا، اول ما اصحى من النوم تقريبا. اول ما بتصحى من النوم ده على طول ولا في الفتره اللي احنا فيها دي دلوقتي؟ لا، على طول. على طول طول الوقت. طيب، طبعا عموما تابعنا استاذ صريح لسلامتك، وممكن يحولك الكنترول يدوك لو في اي ارقام بالنسبه لاماكن المسنين او كبار السن. شكرا لحضرتك، اتفضلي. زي ما كنت بتكلم مع حضرتك قبل ما نرد على السؤال الاستاذ صريح، بنتكلم مثلا على الوقوع. فانا مثلا هقوم النهارده اقوم اعمل اكلي، وقعت، هبقى تاني يوم خايفه جدا جدا ان انا اقوم، ان انا خايفه ان انا هقع تاني. فبالتالي بعد ما كنت لوحدي بقدر اعمل كل حاجه، دلوقتي بتحرك بسهوله. بالظبط. فكده انا دلوقتي محتاجه ان بقى هيودوني دار رعايه، هجيب حد يقعد معايا. انت كل ده احنا بنخاف منه ومش عايزين ان هو يحصل. احنا هدفنا ان احنا نحافظ على استقلاليه المسن لاطول فتره ممكنه، يقدر يعمل كل حاجته بنفسه لاطول فتره ممكنه. ودي مهمه جدا يعني للعامل النفسي كمان يا دكتور. يعني العامل النفسي ان هو لسه عنده قدره وان هو قادر يساعد نفسه، دي بتساعده حتى لو هو عنده مشكله ان هو يقدر يتخطاها. اكيد، لان طبعا ان انا لو حسيت ان انا خلاص دوري انتهى في الحياه، ده وضع صعب جدا. هبتدي اخش في عزله، هبتدي اخش في اكتئاب نفسي، مش عاوز اكل، مش عاوز اغير، مش عاوز اتحمى، ممكن ان انا ارفض اساسا ان اخد العلاج بتاعي، وبالتالي ده هيسبب لي اثار جانبيه كتيره جدا جدا جدا. فاحنا بنتك قوي 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 على الكشف الدوري للمسنين، او بلاش الكشف الدوري، او ان انا الجا لدكتور قبل ما ابتدي اعالج. ثقافه اللي هي الرعايه الاوليه كوقايه زي ما حضرتك قلت، الاكتشاف المبكر للمشكله هيساعد في حل المشكله اسرع. بالظبط. حضرتك اتكلمنا عن ضعف الذاكره، وايه هي الامراض الاخرى اللي ليها علاقه بالشيخوخه؟ هشاشه العظام. فكره هشاشه العظام ان انا عندي عظم الشخص يبقى عباره عن قطعه البسكوته. انت قطعه البسكوته محتاجه ايه عشان تتكسر؟ محتاجه ان انا ادوس عليها دوسه خفيفه قوي، مش محتاجه شاشكوش، مش محتاجه ان انا يحصل حادثه عربيه في اللي هو يتكسر، لا، مجرد ان هو يجي بالظبط المريض يقول لك انا 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 دوست على الحوض وانا بتوضى، او سندت زياده شويه على الحوض وانا بتوضى، سندت على الباب وانا طالع من الاوضه، ده ممكن يسبب له كسر. فاحنا بنخاف قوي 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 على المسنين من هشاشه العظام، لان الكسر معناها ان هو هيتكسر، هيحتاج ان هو يعمل عمليه، هيرقد في السرير، رقد السرير. ومضاعفات الكسر دي بتبقى ليها يعني اثار جانبيه كبيره جدا بالنسبه لكبار السن. اثار طبيه، ان انا هحتاج ان انا اتخدر واعمل عمليه، ان انا بعد كده هيتعمل لي تاهيل ان انا عشان اقدر امشي بعد كده، غير رقده السرير نفسها. رقده نفسها في السرير دي مشاكلها، ممكن يعمل لي قرحه فراش، تجيب لي التهاب رئوي، تعمل لي ضعف عام في العضلات، مشاكلها كتيره جدا. طيب، غير المشاكل هشاشه العظام يا دكتور، ايه هي الامراض الاخرى برضو بالنسبه لامراض الشيخوخه؟ عندي امراض الشيخوخه تاني، عندي سلس البولي. سلس البولي هو عدم التحكم في البول. عندي مثلا احنا كتير بنعتبر ان هو بس ده يا دكتور بيبقى يعني ممكن يصيب اي حد ولا نتيجه حد. نتيجة أسباب معينة؟ طبعا نتيجة الأسباب. ما عنديش مرض من غير سبب. أي مرض ليه سبب وليه مسببات، وفي ناس بتبقى أكثر عرضة ليه، وفي ناس ممكن ما تتعرضوش. أنا بتكلم على الأكثر الأمراض اللي أنت ممكن تشوفيها منتشر أكتر. وإن إحنا لازم نحطها في اعتبارنا وإحنا بنقيم المسن بصفة عامة. زي مثلا السلس البولي، أنا إحنا ثقافتنا إن هو راجل كبير ابتدى ينسى، راجل كبير ابتدى يحب يقعد لوحده، ما يحبش يقعد مع ناس، الراجل كبر فابتدى يسيب بول على نفسه، كل الكلام ده غلط. البال عندي مشكله يبقى في حاجه غلط، ما نعتبرهاش انها حاجه طبيعيه مع تقدم العمر. بالنسبه لكبر السن صح؟ طبعا البني ادم ممكن يبقى كبير ومسن وعنده 90 سنه
وصحته فيها كويسه زي وما عندوش اي مشاكل. فهي دي الثقافه اللي احنا عايزين نبتدي نطبقها في الناس الكبار. بالنسبه لوضع المسنين في مصر يا دكتور، ايه هو وضعهم دلوقتي في مصر؟ احنا طبعا احنا متوسط السن دلوقتي او متوسط العمر ابتدى ايه يزيد جدا. احنا عندنا حوالي 7% من تعداد السكان من المسنين، يعني عندك حوالي 8 او 9 مليون مسن في مصر. طبعا دول بيحتاجوا رعايه خاصه، بيحتاجوا عنايه خاصه بيهم، بيحتاجوا طبعا دكاتره مسنين، عيادات مسنين. ودي وضع ابتدى يبقى موجود دلوقتي في مصر، يمكن من 10 15 سنه ما كانش موجود، بس دلوقتي اقسام طب المسنين ابتدت تتعمل. يمكن احنا عندنا في طب عين شمس احنا اول قسم طب وصحه مسنين على مستوى الجمهوريه الخاص بكبار السن وبامراض الشيخوخه، لكن ابتدى يتعامل دلوقتي في بعض الجامعات اقسام برضه طب المسنين. يمكن احنا القسم الاكاديمي الوحيد اللي بيمنح دراسات عليا ودبلوم وماجستير ودكتوراه، وبنقدم طبعا كميه خدمات للمسنين كتير من الناس ما عندهمش فكره عنها. طبعا انا يعني قريت دلوقتي ان انا اقول الخدمات اللي احنا ممكن نقدمها. إيه احنا في مستشفى الباطنه في كليه طب جامعه عين شمس او زي ما بيسموها الناس الدلرباش، يعني بنقدم عندنا عيادات رعايه اوليه كل يوم اثنين وخميس. هي دي قصدي بالعيادات الرعايه الاوليه، انا بيجي لي المسن سليم وصحيح ما عندوش مشاكل، يجي يعمل تشيك اب، يجي يعمل كشف دوري، بنقيسه الضغط، بنقيس السكر، بنعمل بعض اساسيات الحاجات المهمه، بنعمل له تقييم شامل. التقييم الشامل ده بطلع منه ايه المشكله عنده، ايه المشكله عنده بدري مش بعد ما بتحصل، فابتدي ايه احاول ان انا امنع حدوث ايه مشاكل. عندنا وحده هشاشه العظام وفيها جهاز لقياس مقياس هشاشه العظام. يعني نقدر نقول يا دكتور بدايه من سن 60 احنا نهتم ان احنا نعمل جدا جدا الفحص الدوري. طبعا الفحص الدوري بمستوياته المختلفه او زي اللي احنا بنسميه الفحص الوقائي. حتى بالظبط حتى لو الشخص ما عندوش ما بيعانيش من اي الام او اي اعراض خالص كفحص وقائي، انا شخص عادي جاي اعمل ريجولر تشيك اب او جاي اعمل فحص دوري على صحتي، ما عنديش اي مشاكل، مش شرط اكون بشتكي بمرض معين، ممكن اكون بشتكي بالامراض المزمنه العاديه، يعني عندي ضغط، يعني دلوقتي طبعا نسبه الناس اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم كتيره او نسبه السكر كتيره، لكن ده لا يمنعني ان انا برضو اعمل فحص دوري على صحتي. ده هيفرق معايا كتير قوي في ان انا احافظ على ايه صحتي وعلى جوده الحياه اللي انا عايشاها. هو مش مهم اعيش قد ايه، المهم ان انا اعيش الفتره اللي انا عايشاها سليمه، هي صحيه سليمه ومستقله وقادره اعمل حاجتي بنفسي وقادره اعيش في المجتمع بصوره ايه كويسه ما فيهاش اي مشاكل. زي ما بقولك عندنا عياده الرعايه الاوليه بنكشف فيها، بنعمل فيها فحص على ضغط الدم على السكر، بنعمل بعض الاختبارات، بنعمل تقييم للذاكره مهم جدا، بنعمل تقييم نفسي للمسن لو عنده مبادئ اكتئاب او مبادئ عزل او كده بنكتشف. عندنا وحده هشاشه العظام بنقيس فيها هشاشه العظام، ولو ابتدى يشتكي من هشاشه عظام بنقيه بنقدم الادويه. طبعا في بعض الادويه بتتاخد مجاني ومعظم الادويه طبعا بتاعت هشاشه العظام بغلو سعرها، طبعا بيبتدي بننصح بيها ان هو يعني يشتريها وبيجيبها. عندنا وحده طب المسنين وده جزء من قسم طب المسنين، دي بتقدم بصراحه خدمه مهمه جدا جدا جدا، هي تدريب جليس المسن. طبعا ده مهم جدا يا دكتور، احنا دلوقتي مين في دور الاسره، دور الاسره مهم جدا في الاسره المسنين. يعني زي مثلا لو انا واحده وعندي حد مسن عايزه اعرف ازاي اعتني بيه. الاعتناء يا جماعه في دماغنا ان احنا ناكله ونشربه، لا لا خالص. الاعتناء جليس المسن مش شغلته ان هو يخدم المسن، شغلته ان هو يراقب المسن، يعرف اي تغيرات بتطرأ عليه، يعرف ازاي ينقله صح من السرير للكرسي، ازاي يلبسه صح، ازاي ياكله صح، ازاي يديله الدواء صح. فجليس المسن ده يجب تدريبه، مش اي حد يقوم بالشغلانه دي، ومش شرط يبقى ممرض. انا ما بحتاجش التمريض غير في حالات معينه في المسنين، غير لو عنده امراض معينه ان هو ده اللي هيساعده ان هو لو انا بقى محتاج هيعلق له محاليل هيتبدل هياخد حقن وريد، ده محتاج تمريض. لكن مجرد ان انا الشخص المسن بس محتاج زي ما بنقول خدمه، كفايه قوي ان انا يبقى معايا جليس مسن مدرب جيدا. بس اهم حاجه طب زي ما حضرتك قلت ان هو يراقب التغيرات اللي بتحصل، مش مجرد ان هو اهم حاجه يساعده في اللبس او الحركه، بيعلمه ازاي يراقبه المسن اي تغيرات بتحصل عليه، بيتعلم ازاي يديله الدواء صح، ازاي يعمل له الاسعافات الاوليه صح. يعني زي مثلا لو مسن عنده ارتفاع في السكر وخد جرعه انسولين زياده او خد الانسولين بتاعه ما كانش، ازاي يعرف يتصرف بسرعه ويزيد السكر، ازاي كل الحاجات دي احنا بنعلمها له. فبصراحه وحده طب المسنين عندنا بتعمل دورات هي تدريب جليس المسن،
احنا ابتديناها بقالنا حوالي 3 4 سنين يعني وعدينا كذا مجموعه من جليسين. بس هل في لو المسنين موجودين مع الاسره يا دكتور، هل في علامات معينه نقدر من خلالها نعرف ان هي في تغيرات فعلا بتحصل للمسن نفسه كتوعيه يعني؟